الحصيلة كما عرفتوا دابا غندو على الوفيات، عندنا 23 وفاة، عندنا 23 ديال الوفيات. تعرفنا على تعريف ديال الهوية ديال 19 جثة. هاد التعريف ديال 19 جثة غير عن طريق الاسماء، يعني كيجي العائلات يقول لك هذا هو فلان، هذا هو فلان، هذا هو فلان. دابا باش نسلموا الجثث خصنا لي كارت ناسيونال لاسيان. دابا كاين هناك تنسيق بين الدرك الملكي والنيابه العامه والسلطه الاقليميه باش ان شاء الله تي بوانتيهم باش يعطونا لاسيان. لحد الان توصلنا ب 13 واحد اللي تعرفنا على لاسيان ديالو، باقي عندنا ربعه اللي ما معروفينش، اما الاخرين معروفين بالهويه وكنبحثوا على النقل ديالهم. كما كتشوفوا هنايا تاسست السلطه الاقليميه، السيد العام الاقليم دار هاد الخليه اللي فيها واحد المجموعه ديال الاخوان، فيها البلديه، فيها العماله، فيها الهلال الاحمر، المستشفى. هذه كنرشدوا الناس، كنوجدوهم موفرين، حنا موفرين لهم السيارات ديال الاسعاف بالمجان، التابوتات بالمجان، يعني مصاريف ديال الدفن كل شيء حتى واحد ما غادي يكون كامله بالمجان. يعني حنا معاهم حتى لاخر وقت، غنعطيوهم الجثث ديالهم، نعطيو هاد 13 اللي وجدت لنا دابا غنسلموها لهم ونتسناو. جينا ثاني لائحه اخرى غادي نعطيوها لهم. كما كتشوفوا هنايا درنا واحد المكتب جيشي اينيك، يعني درنا جنا واحد دوك ترانسفير كادافر كيحتاج مجموعه ديال الادارات كدوز عليها، خاصك تسني في المقاطعه والقيد والباشا. حنا كل شيء كاينين، كل مصلحه عطاتنا موظف هما تما كاينين. الاشكال اللي عندنا هي كتجي هذيك الرقم ديال البطاقه الوطنيه، كنبداو الاجراءات غنسلموا ليهم. الناس معلومين ان شاء الله يتسارحوا، غتلحق النوبه غادي نعطيهم الجثث ديالهم. وراه كاين واحد التلاحم ديال كما قلت قبيله، كاينه واحد المرحومه وحده اللي من خريبكا، ما تبقى كل شيء خارج خريبكا. ولكن الناس ديال خريبكا الحمد لله راه كاين كما شفتوا راه شي يجيب الماكله، شي كاين واحد التآزر. حنا مع هاد الناس اللي جاوا من مدن بعيده حتى نسلموهم الجثث ان شاء الله. وحنا اي جديد انا معكم. كاينين اطفال، كاينين اطفال، الاطفال كاينين شي سته على ما اظن، شي سته ضحايا. بالنسبه للنساء ما نعطيكش بالضبط، المهم 23 ما عنديش بالضبط واش ما تيتزاد. كانت قبيله شي حاجه ثاني ماتت شي مره في لارياناماسيون، داك الشيء العدد كيطلع ما كان عندي واحد الرقم من هنا القبيله توفات شي وحده ما بقيتش ضابط. ربعه باقي ما سول فيهم حتى واحد. لا راه جات الشرطه العلميه وخذت البصمات وخذت الديان، خدات لي كل شيء، فهمتي. هذوك 19 اللي قلت تعرفوا عليه تعرفنا عليهم سميتو، ولكن هذيك السميه غير كافيه، لان مع الحادثه تجلاو الوثائق حتى واحد ما لقينا عنده لا بطاقه لا والو. دونك دابا راه 19 تعرفنا عليها، ولكن راه 13 اللي المجهودات الجباره ديال النيابه العامه والسلطه والدرك بوانتوهم وجابوا لنا لاسيان. دابا 13 هي عندنا موجوده. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.